بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربه فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر الله يفتح عليك. ده الشيخ مين بتحكي مين فيه؟ الشيخ مصطفى اسماعيل. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله.